كمان عايز اتكلم على نقطة مهمة، يعني فكرة هنا الحفاوة في استقبال المنتخب هناك، وتحديدا لما انضم مصطفى محمد ولما انضم محمد صلاح، حفاوة في الاستقبال عظيمة جدا من ساعة لما نزلوا من المطار. طبعا انا بتكلم عن الجاليات المصرية هناك، ساعة ما نزلوا المطار وكمان لما وصلوا الاوتيل. فيعني لا، فكرة هنا برضو مشاركة صلاح مهمة جدا. الكواليس اللي دارت برضو يا كريم مهمة ان احنا نركز عليها، لان وجود محمد صلاح دايما بيفرق، ما بيقولكش بيفرق ان هو بيقلب سير يعني الماتش او النتيجه، لا هو وجوده اساسي. لكن طبعا هي تيم وورك، يعني كره القدم تيم وورك، مش ممكن عنصر او كادر واحد ينزل يغير لك كل حاجه في الملعب لو ما فيش تيم وورك حاصل. مش كده يجي يقول لك هو منتخب صلاح مع المنتخب غير صلاح مع ليفربول، ما هي قصه مش صلاح هو مش سوبرمان برضو. تاني الموضوع ليه علاقه بالسكواد اللي انا بلعب معاه. فمحمد صلاح وجوده اكيد مؤثر بشكل كبير، اكيد مهم جدا، وفي نفس الوقت هو بيلعب دور القائد. لو احنا هنتكلم تحديدا كمان مع المنتخب، كان في كواليس، كان في لقاءات ما بين، برضو خليني اقول لحضراتكم، ما بين صلاح واللعيبه هناك، وكان بيتكلم قد ايه هذه المباراه حتى وان كانت وديه، هي مباراه مهمه. انا بقول لحضراتكم كواليس من مدار يعني ما بين صلاح واللعيبه هناك، ودي حاجات يعني اعتقد برضو مهمه جدا ان هي تحصل. وجود صلاح مهم، هنرجع ناكد على هذه النقطه، لكن برضو عايزين نشوف الروح دي في الملعب. يعني أكيد. دي النقطه اللي احنا لازم نركز عليها، ودي النقطه اللي احنا كل مباراه على فكره للمنتخب قبل كده وان شاء الله اللي جاي بنركز عليها، هو التناغم ما بين صلاح واللعيبه ازاي. بس انت برضو كل مره بتلاقي ضغط كبير جدا على صلاح تحديدا، وده بيبقى امر مفهوم ليه يعني سببه، بس يعني بنشوفها. دي ضريبه لازم يدفعها محمد صلاح للاسف الشديد، يعني للاسف الشديد هي بتبقى حاجه ضريبة. بس طبعا هناك الحفاوه جميل. عدد المصريين بالمناسبه في الكويت كبير جدا، يعني احنا من الكويت من الدول اللي انت عندك فيها جاليات مصريه رقمها كبير او عددها كبير جدا، ده غير الناس اللي مسافره مخصوص عشان تحضر طبعا المباراه. يعني فده غير البراندنج باي ذا واي، كمان انا اتفرجت كنت بتابع كده، لا الكويت عامله اهتمام كبير جدا، بروباجندا كبيره جدا للمباراه دي، يعني مع ان الكويت مش مشاركه ومش هتلعب اي حاجه ومصر برضو، بس برضو ترجع تقول في الاول في الاخر هي مباراه مهمه، مباراه مرتقبه، فهتلاقي فيه بانرز وهتلاقي فيه ماركتنج كان معمول كويس، او براندنج تحديدا يعني كان معمول كويس للمباراه دي. ف ومفيش شك ان كالعاده وجود محمد صلاح في يعني اي بعثه للمنتخب المصري، اي مشاركه للمنتخب المصري في اي دوله من دول العالم، خلاص احنا بنتكلم على حد جاذب للاضواء طبعا، وجاذب للانتباه، وجاذب لوسائل الاعلام والصحافه الرياضيه في كل حته. الحقيقه دي برضو من ضمن تفاصيل وخصوصيه محمد صلاح كنجم استثنائي وعلى عده اصعده جوه الملعب وبراه. يعني في لعيبه كتير ممكن تبقى واخده سكسي كافي جوه ارضيه الملعب، لكن يعني الاهتمام بحياتها الشخصية أو متابعتها وملاحقتها من قبل الصحافة ما بيبقاش عالي قوي، لكن محمد صلاح الحمد لله من النجوم العالميين بالمعنى الحرفي للكلمة.